خلينا نكمل كلامنا في الرياضه ونتابع مع بعض اللي حصل امبارح، او نقول كده حصاد سريع للاسبوع الثالث في الدوري. الاهلي فاز برباعيه على الداخليه وتعادل للزمالك، او تعادل الزمالك بالفعل مع انبي. كده الاهلي ممكن نقول انه بقى فعلا رسميا بيعتلي صداره الترتيب مؤقتا، وبيتساوى معاه الاتحاد السكندري بالعلامه الكامله بعد نهايه الاسبوع الثالث. واللي شفنا فيه ان في عدد كبير جدا من المدربين حصل معاهم انتقالات، احنا شفنا كمان رحيل عدد من المدربين زي ربيع ياسين من اسوان، وكمان علاء عبد العال من طلائع الجيش. خلينا نتكلم اكتر عن حصاد الاسبوع الثالث، نتكلم اكتر عن اداء الزمالك خصوصا بعد الخساره في مباراه السوبر، ونشوف كمان الاهلي ازاي بيحاول تاني يرجع البطولة اللي خارجة من دولابه بقالها أكتر من سنتين. نشوف مع بعض مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الناقد الرياضي إبراهيم علي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير عليك. صباح الفل. نقدر نقول كده إن الأهلي امبارح والداخلية كانت مباراة مختلفة، إحنا متوقعين إن كانت الداخلية تلعب بطريقتها اللي هي متعودة عليها وإنها تعمل تكتلات وتقفل، لكن ده ما حصلش امبارح، وعشان كده إحنا شفنا فرق كبير جدا في السكور. بالظبط، يعني كان متوقع ان كل الفرق اللي بتلعب قدام الانديه الكبيره زي النادي الاهلي وزي نادي الزمالك بتلعب تنزل للمدربين بيعتمدوا على التكتلات الدفاعيه، وان هم يقفلوا على الفرق الكبيره دي، عشان عارفين ان الفرق الكبيره دي دايما بتعتمد على القوه الهجوميه بتاعتها، وان هي عندهم اقوى المهاجمين بالذات في النادي الاهلي والنادي الزمالك. فاللي حصل امبارح ان ده ما حصلش، لان النادي الاهلي قدر ان هو في خلال 6 دقائق يسجل هدفين مبكرين. فطبعا كل الاوراق الفريق الداخليه وكابتن رضا شحاته مدير فني النادي الداخليه اتبعترت تماما، خلاص الفريق ما بقاش في 6 دقائق ركب الماتش بالظبط، يعني استقبلت شباكه هدفين. فطبعا اي فريق قدام النادي الاهلي ويستقبل هدفين في اول 6 دقائق فطبعا يخرج بره الماتش، وبعد كده طبعا النادي الاهلي قدر ان هو يسيطر على المباراه، على الرغم ان هو تلقى شباك وتلقى هدف في شباكه وتقلصت النتيجه شويه ل 2-1، وكان ممكن النادي الداخليه يرجع في النتيجه شويه، ولكن قدر النادي الاهلي والمدير الفني الجديد مارسيل كولر اللي كل جماهير النادي الاهلي طبعا متفائله بيه وبالاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي والكره الجديده والطريقه الجديده اللي بيقدمها النادي الاهلي في الفتره الاخيره بعد فوزه بالسوبر طبعا واعتلاء صداره الدوري، ان النادي الاهلي والجماهير كلها مستنيه طبعا النادي الاهلي يرجع لمكانته بعد خساره الدوري الموسمين ورا بعض. اعتقد ابراهيم ان النادي الاهلي بالفعل راجع، لان احنا حتى شفنا امبارح كل لعيب في الملعب عمل اللي عليه. هل عندك تحفظ او على اداء اي لعيب من لعيبه الاهلي امبارح؟ لا تماما، يعني كل لعيبه فعلا زي ما انت بتقول، كل لعيبه بتقدم اللي عليها، المدير الفني بيدي التعليمات لكل لعيبه، عارف بيعمل ايه في الملعب، بيدي ادوار جديده. بنشوف تالق كريم فؤاد سجل هدفين امبارح، كان قريب ان هو يسجل هاتريك، نقدر نقول انه ممكن يبقى هاتريك يعني لولا الاوفسايد طبعا والغاء الهدف، وده كان يبقى اول هاتريك في تاريخه، فاعتقد انها كانت هتبقى فرق كبير قوي له بالظبط، كان هيبقى كمان اول هاتريك في الدوري الموسم ده. طبعا التغير الكبير اللي عمله مارسيل كولر في التحول الاداء بتاع كريم فؤاد، ان لاعب من بيلعب اصلا كظهير ايمن، وطبعا رجوع اكرم توفيق من الاصابه ورجع لمكانه تاني، فان هو يوظف كريم فؤاد في مركز جديد، وان هو يبقى عنده الزياده الهجوميه، وان هو يقدر يسجل الاهداف، سجل هدفين امبارح وكان قريب من الهاتريك، وشفناه في مباريات قبل كده بشكل جديد في الملعب. فواضح ان يعني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه، عارف ان هو عنده فكر، مش هتحصل نفس اللخبطه اللي حصلت الفتره الاخيره في النادي الاهلي. كان في تسرع طبعا الموسم اللي فات طبعا من اقاله بيتسو موسيماني، بعد كده قدوم ريكاردو سواريش اللي طبعا ظلم وان هو ما لعبش بالقوام الاساسي، فطبعا التفكير السليم وبدايه الموسم بمدير فني جديد ده بيؤكد ان اللعيبه كانت مجهده مش امكانيات لعيبه. بالظبط، لانه الفتره اللي فاتت بعض الناس بدات تقول ان دي امكانيات اللعيبه. لا لا، هي كان دي مش امكانيات اللعيبه، ده اجهاد طبعا، لان احنا بقالنا اكتر من موسمين تقريبا يعني في ضغط مباريات، في ضغط على اللعيبه ما بين
مباريات الدوري والافريقيا مع انديتها وكمان مع منتخب مصر، فطبعا بالذات لعيبه النادي الاهلي، فطبعا كان في ضغط كبير جدا بعد اللي حصل الموسم اللي فات. فكان الفتره الكبيره اللي قرر بعد قرار مجلس اداره الاهلي ان هو يريح اللعيبه ويلعب باللعيبه الناشئين والتحضير للموسم الجديد بافضل صوره واعتماد وابرام الصفقات الجديده على الرغم من ان هي ما كانتش كتير، دي ساعدت النادي الاهلي بشكل كبير الموسم ده. امبارح كان في غيابات كتير جدا، يمكن 4 غيابات او يمكن اكتر، كولر نفسه كان عيان يعني في المباراه، فده ما شفناهوش اثر على اداء الاهلي، بالعكس خروج المباراه ب4 اهداف لصالح الاهلي. انت عندك امبارح يعني علي معلول، حسين الشحات ما كانش موجود، محمد عبد المنعم، غيابات كتير سواء بقى الاصابه او للاصابه بنزلات البرد، لكن احنا بنتكلم انه ما حسناش بمشكلة في الملعب. هل دي طريقة كولر نفسه ان هو بيعيد توظيف اللاعبين وكل شوية ما بيثبتهمش في مكان ويشوف هيقدر يدي ولا لا؟ بيجرب لغاية دلوقتي بيجرب؟ اكيد، لان هو لغاية دلوقتي لغاية المباراة يعني بتاعت امبارح بيتكلم ان هو لا، ان هو لسه بيتعرف على الفريق، بيتعرف على اللعيبة، فلازم يشوف كل امكانيات اللعيبة، عنده لعيبة مصابة لسه ما شافهاش، فمحتاج ان هو اللعيبه المصابه دي ترجع له ويقدر ان هو يحكم عليها. فطبعا قدامه فرصه كبيره جدا ان هو يعني يوظف اللعيبه بشكل جديد زي ما عمل مع كريم فؤاد اللي سجل الهدفين، فطبعا دي هياخد وقت في الاول، بس قدامه طبعا فتره التوقف اللي هتشهدها الفتره الجايه الدوري لمده شهر على الاقل، دي هتساعده ان هو يتعرف على اللعيبه بشكل اكتر، هيقعد معاهم بشكل اكتر. هو بيتحرك أكبر براحته، يعني هو معاه دعم من الجمهور، والجمهور هو بيغازل الجمهور بالحركات اللي هو بيعملها، التغييرات واعاده توظيف اللاعبين. الجمهور الاهلاوي بيحب الحاجات دي وبيحب انه يتفرج على شكل مختلف وكره مختلفه. دعم الجمهور له، مديله فرصه ومديله اريحيه في التعامل، وحاسس انه بيعرف بيتحرك براحته من غير ما يبقى في اي ضغط جماهيري عليه؟ اكيد طبعا، لان اهم حاجه استقرار المدرب بالذات الاجنبي في مصر عندنا هنا، لازم يبقى في دعم من الجماهير. طول ما الدعم الجماهيري او جماهير النادي الاهلي ورا المدرب بتاعها ورا اللعيبه بتاعتها، بيبقى في استقرار، بيبقى وده ذكاء منه بالمناسبه. اكيد لازم يكسب الجماهير طبعا، لان اي مدير فني سابق تعرض لضغوط وعنده مشاكل نفسيه في التعامل مع الجماهير بيفقد التركيز تماما، على التركيز مع الفريق والاداء بتاعهم في الملعب، فطبعا بيخرج تماما وما بيقدمش النتائج المنتظره منه. فطبعا ذكاء منه ان هو بيبقى ليه علاقه مع الجماهير، تربطه علاقه جيده مع الجماهير، والجماهير كمان متفائله فيه كتير بعد طبعا يعني اهم حاجه عملها ان هو فاز بلقب السوبر المصري طبعا. صحيح. فاللقب ده غالي جدا، وعوده الالقاب تاني للنادي الاهلي اللي اتعود عليها الفتره الاخيره، فطبعا دي حاجه تخلي الجمهور يقف وراه ويسنده على طول. طيب نرجع للفنيات كده، الجناح الايمن في الاهلي بقى فيه منافسات كتير قوي، بقى عندنا طاهر محمد طاهر، وشفنا كريم فؤاد، بيرسيتاو، فبقى فيه منافسه. ازاي الاهلي ممكن يستفيد من هذه المنافسه؟ يستفيد من المنافسه دي ان لازم يبقى زي ما قلت لك، حسين الشحات كمان اكيد طبعا، ان لازم يبقى فيه مدوره ما بين اللعيبه دي كلها، لان الموسم عندنا طويل جدا، بطولات هتشهدها الفتره اللي جايه، دوري ابطال افريقيا، كاس الرابطه، كاس مصر سواء القديم او الجديد بتاع نسخه الموسم الجاري، فطبعا كل المباريات دي هتبقى فيها ضغط، فهيبقى الفريق معرض ان يبقى فيه بعض الاصابات، فلازم يبقى فيه مدوره مستمره ما بين اللعيبه دي كلها، وجاد برضو لو اللعيب لو في مكان محجوز للعيب معين في الجناح الايمن ممكن يلاقي، او مارس كولر يلاقي حل للعيب معين ويغير مركزه زي ما عمل مع كريم فؤاد. احنا شفنا امبارح يعني قد ايه، واحنا لسه هو عمالين نتكلم من بدايه الفقره، ان احنا شايفين اداء جيد للاعبين، وشايفين يعني استخدامهم في مراكز مختلفه، وشايفين وجوه ما كناش متعودين انها تلعب في الاماكن دي، برغم ان احنا راضين يعني مشاهدين، الا ان كولر ما كانش راضي، وكان له تصريحات امبارح شديده الغرابه عن تقاعس اللاعبين وعن اداء اللاعبين. من وجهه نظره هو شايف فين التقاعس؟ كان متخيل ان عايز السياق المباراه يمشي ازاي علشان يقول ان مفيش تقاعس؟ كان يعني هو تصريحاته ان هو كان في استهتار شويه من بعض اللاعبين، ان بعض الفرص السهله
بدي وهي دي اللي ممكن تشكل ازمه للنادي الاهلي او للفريق في المستقبل. ممكن مباراه ما تبقاش مفتوحه زي مباراه الداخليه اللي حصلت امبارح، ممكن بعض المباريات تبقى متقفله قدامه شويه، هيواجه صعوبات في الدفاع، فلو اتيحت الفرص السهله دي للعيبه بتاعت النادي الاهلي واهدروها بالشكل اللي اهدر في مباراه الداخليه، فطبعا هيواجه مشاكل، وبالذات ان هو هيفقد نقاطه. وطبعا بطوله الدوري محتاجه ان الفريق، بس ده ما اتحسبش حساب الماتشنج او حساب التجانس. ما هو احنا لسه بنجرب لعيبه بقى لها كتير قاعده، ويعني مثلا قفشه كان بقى له كتير مش موجود ومع كده نزل وابتدى يلعب ومركز جدا، وشفنا ازاي ابتدى يصنع اهداف، شفنا الاستخدام المختلف لكريم. يعني احنا بنتكلم انه استخدام مختلف فممكن يعمل عدم تجانس فيضيع شويه كور. أكيد. مقبول يعني لغايه ما الناس باللغه الدارجه كده تطبق على بعض يعني. بالظبط، لازم طبعا هو برضو في الفتره دي طبعا كل اللي بيعمله ان هو بيشوف افضل توليفه او افضل فريق يبدا بيه كشكل اساسي. شفنا في مباراه السوبر لعب مثلا بشادي حسين في خط الهجوم، بنشوف المباراه الداخليه بيلعب بمحمد مجدي قفشه ومحمد شريف بيعودوا للتشكيل الاساسي اللي استمر لفتره طويله جدا، فتره بيتسو موسيماني لما كان بيقود النادي الاهلي. فطبعا هو المدرب السويسري طبعا عايز يشوف افضل اللعيبه، عايز يبقى يخلق منافسه ما بين كل اللعيبه عشان ما فيش لاعب ضامن مركزه في النادي الاهلي، اي لاعب هيقدم عليه. وده بيدل ان المدير الفني ده عنده فكره، عنده ان هو قادر ان هو يسيطر على الفريق، قادر ان هو يطبق افكاره. فكل الفتره الجايه هيبقى شغله طبعا على ان هو يحاول يستفيد من كل اللعيبه اللي عنده عشان يطلع بافضل صوره للفريق. عظيم. نروح للزمالك وانبي وخساره وتعادل الزمالك امبارح، هل الزمالك لسه متاثر باللي حصل في السوبر، واداء الزمالك بشكل عام في المباراه امبارح كان عامل ازاي؟ طبعا يعني الخساره مأثره على نادي الزمالك بشكل كبير جدا، واضح اللعيبه مش متجانسه مع بعض، فيريرا لسه يعني مش قادر يقدم اللي قدمه الموسم اللي فات، خرج بافضل صوره في الموسم اللي فات بحقيقة الدوري والكاس، والزمالك قدر ان هو يحقق الدوري والكاس موسمين ورا بعض، فده انجاز كبير جدا تاريخ نادي الزمالك. ولكن اللي ظهر امبارح في مباراه انبي ان نادي الزمالك مش ده طريقه اللعب بتاعته، مش دي طريقه فريرا اللي اتعود عليها في الفتره الاخيره، مش ده يعني نادي الزمالك دايما بيعودنا ان بيبقى في كره هجوميه اكتر، في هو اللي بيبقى فريق مسيطر على المباراه بشكل اكبر، وده اللي ظهر في الشوط الاول بشكل واضح، وقدر ان هو يترجم الخطوره او الفرص الكتيره اللي اهدرها في الشوط الاول. بعد كده قدر ان هو يخرج في توقيت مميز جدا في الدقيقه 45 يحرز ضربه جزاء عن طريق زيزو، ولكن في الشوط الثاني طبعا شفنا كل او الكفه كلها راحت لنادي انبي اللي قدر يسيطر على المباراه وقدر ان هو يسجل في الوقت القاتل. ولكن في فين تغييرات فيريرا بقى في الوقت ده؟ يعني كان معروف انه دايما بيتعامل مع المباراه وفق المتغيرات، اول ما حاجه تحصل ويحس ان الفريق بيتراجع يبتدي يدعم الفريق بعناصر تشعل مره تانية الهجوم. بالظبط، ولكن يعني هو بيعاني الموسم ده او بدايه الموسم ان هو بيعاني من الصفقات الجديده اللي ابرمها نادي الزمالك ان هي تعتبر كلها مصابه، ما شفناش يعني صفقات جديده غير امبارح عمرو السيسي ومصطفى شلبي، دول الصفقتين، ولكن بعض الغيابات من الصفقات الجديده دي مأثره على نادي الزمالك بالفعل. التغييرات بتاعت فيريرا امبارح كمان يعني كنا بنتكلم عليها ان هي مميزه، ولكن يعني امبارح تقريبا عمل اسوا تغييرات في مبارياته مع نادي الزمالك. كل التغييرات اللي حصلت ما فيهاش غير تغيير واحد بس اضطراري، دخول مصطفى زناري مكان محمد عبد الغني بسبب بعد اصابته، ولكن بقيه التغييرات اللي عملها ما قدرتش ان هي تقدم اللي محتاجه نادي الزمالك عشان يعزز النتيجه، ونادي الزمالك قدر يعني لعب بطريقه دفاعيه ودي مش متعود عليها او مش متعود عليها الجماهير، عشان كده استقبل هدف التعادل في وقت قاتل وما قدرش ان يبقى ليه رده فعل.
جمهور الزمالكاوي امبارح كان حاسس بالإحباط خصوصا بعد مباراة السوبر، ولو بصينا للغة الأرقام في المباراة هنلاقي ان فعلا ده كان احسن نتيجة ممكن يخرج بها الزمالك امبارح، برغم ان يعني كنا حاسين ان في ضغط شوية في الشوط الاول، لكن لو بصينا كده في الأرقام والإحصاءات اللي طلعت من المباراة هنلاقي ان الزمالك امبارح كان عنده 13 تسديدة، الأنبي كان عنده 12 تسديدة، نسبة الاستحواذ للزمالك كانت 53% وأنبي 47%. احنا بنتكلم في حاجات مش بعيدة خالص عن بعض، فما نقدرش نقول ان كان الجمهور الزملكاوي مستني يحصل فرق. كان اهم حاجة امبارح ان جمهور نادي الزمالك كان متوقع او منتظر الفوز، طبعا لا بديل على الفوز، لان بعد خسارة السوبر فطبعا ده اقل حاجة ممكن يقدمها فريرة او اللعيبة لجمهور نادي الزمالك، ان لازم يعني لازم نادي الزمالك يقدم الفوز او يقدر يحقق الفوز قدام نادي انبي عشان يقدر يعوض الجماهير على خساره السوبر المصري. فبعد الخساره طبعا لسه مستمره او تاثيرها مستمر على نادي الزمالك، و يعني واللعيبه برده ما قدرتش ان هي ترجع في النتيجه او ما قدرتش تقدم المستوى المطلوب منها. اجمالا ده كان يعني رؤيه سريعه كده لما حدث في الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز المصري. احنا يعني نقدر نقول دلوقتي ان الاهلي بيتصدر دلوقتي الدوري منصفه مع الاتحاد السكندري، والزمالك كده هيبقى في المركز الثالث. هنشوف ايه اللي هيحصل، احنا موجودين ومكملين على الفتره الجايه هنتابع اكتر. كل الشكر ليك ابراهيم علي الناقد الرياضي، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك.